سميرة كيلاني صاحبة كتاب عندي فكرة، اليوم عندها أفكار كثيرة للبيبيز وللبيت ولسلامة الأطفال. صباح الخير سميرة. صباح الورد، كيفك رنا؟ تمام حبيبتي، أهلا وسهلا فيك أنت وأفكارك الحلوين. الله يسعدك. صباح الخير سميرة، واشتقت لك كثير كثير كثير. حبيبتي دان، الحمد لله على سلامتك والله يحمي لك إياهم يا رب. الله يسلمك. بعدين إذا كنت أحب يعني سميرة شوي هلا بحبها أضعاف. أيوة. ليش؟ مواليد 7/12. 7/12 أنا ومستر جورج نفس اليوم، فهلا كل ما بتحتفلي عيد ميلاد رح تتذكري يعني. بيطلع لك هديه او انت بتجيب لك خلص لازم نجيب له احنا هديه اليوم. بتقولي لي رجعناكي للايام الاولاد والبيبيز وعجقه الولاده، ايش رح تحكي لنا نصائح؟ طبعا هاي الهديه مهداه لكل الامهات الجداد اللي يا اما اللي لسه مقبلين على الولاده او اللي عندهم بيبي اوريدي. فطبعا انا وياك رندا هذا نسينا. زمن اليوم عم تكبروا حالكم كثير. لا لا بس بتنسي اذا انا ابني الصغير. بتعرفي انا بنسى. اسمعي انت ابنك اسم الله 20 الصغير 22 انا جيا بدها تصير 3 سنين وناسي كثير اشياء. ثلاث سنين تخيلي. عن جد الواحد بنسى عن جد. وهلا خصوصا انه بس مرحله حلوه اكيد دانا كثير حلوه استمتعي فيها. حلوه عن جد عن جد هي وعجقتها وكله حلوه جنن جنن عن جد. فهلا سميرة بترجع ترجعنا من الروائح رجعنا عن جد. استمتع بكل لحظة معهم لأنه بعدين بس يكبروا رح تقولي يا الله شو في فات لحظات مزبوط. مثلا ما كتير انبسطت فيها. طبعا الأمومة كتير متعبة وكتير إشي يعني لأنه عشان هيك إشي مقدس يعني مزبوط. فطبعا الأم بدها تعتبر بمجرد ما بلش بحملت إنه حياتها بطلت إلها. طب بس بالله سميرة عشان ما أنسى هلا احنا رح نحكي عن الفقره بس بدي عبد الله اجى صور عندي هيك تيزر انه انا راجع على البرنامج. فكانت جيا لسه مش ماكله فطورها. فبتحكي لي بدي بيض. ما شفته غير انا عملت لها البيضه. وعبد الله عنده حس الامومه. لا يعني الامومه مش مرتبطه فقط بالنساء، حس الابوه برضه راقي جدا. فهو قطع لها البيضه واول مره من شهر تاكل البيض، قعد يعطيها بالشوكه. فبدي اشكره على الهواء واحترم كل رجل لقدم رجال رسالة حنية كل رجل. حنية بزائف لعبد الله طبعا عن جد بيساعد مرته. لا بتعرفي بتميزي بحكي له انت شكلك كنت كتير تساعد مرتك. بحكي لي يعني الرجل اللي بيكون ضيف شرف ببين واللي كان داخل بالتفاصيل عبد الله طبعا ببين. وحتى الاطفال بحسوا لما يكون ابوهم برضه عنده دور كتير مهم حتى بنشأته بشخصيته بكل شيء بيكون مختلف. نفسيتهم بتكون مرتاحه اكثر اللي ابوهم موجود معاهم باستمرار. بالضبط بيكون في توازن. اوكي حبيبتي يلا هلا خلينا ننطلق للموضوع. أيوة. وطبعا قبل ما تولد الست طبعا بدها تكون مهيئه بيتها تماما لاستقبال المولود الجديد. هلا طبعا بتكون هي حامل واذا في ما في حدا يساعدها بالبيت فهذا بيكون عبء مضاعف عليها. اهم شيء تنظف الارض كثير منيح وباستمرار لانه يعني بدها تتوقع انه بعد مثلا شهرين ثلاثه لما يبلش الولد او حتى بده يبلش يحبي راح تكون الارض مساحه كثير مستخدمه في الحياه اليوميه. فالارض شيء كثير كثير ضروري انه يتنظف. كمان تحت المغسلة تحت المجلب أي مكان دائما تخلي معها عندها تولز أو مثلا محارم أو فوط ودائما مواد تنظيف حتى لو بتعمل المنظف المتعدد الاستعمالات اللي دائما أنا بعمله اللي هو من الخل وشوية مي وشوية من سائل الجلي. هذا تخلي سبراي تحت كل مجلب لمين للأرض لكل شيء لكل شيء ممكن تنظف فيه. والحمام طبعا كتير اللي مهم اللي هو عبارة عن شو نذكر مي مع فنجان خل كاسة مي وفنجان خل وشوية من سائل الجلي. هذا منظف لكل شيء مش غلط معقم اذا فيه طبعا ممكن تحط زيت شجره الشاي انا كثير بفضله طبعا معقم طبيعي طبعا. والحمام كمان كثير كثير ضروري انها كل يوم لو مثلا بعد ما خلص اي حدا حمام على السريع هيك تنظفه تنظيفه لانه كمان شوي بصير صعب اكثر تنظيفه وهي بتكون ولدانه فبيكون كثير صعب عليها. طبعا في من الاهم الشغلات اللي ممكن نحكيها عن البيبي بس ينولد. هلا طبعا الحمام انا كنت اخاف كثير احمم اولادي وهم صغار. كانت ماما الله يخلي لي اياها او حماتي الله يرحمها هم اللي حمموهم مع انه انا عندي 4 بس البيبي كنت كثير اخاف بمزلط عن جد بتحسي هلا لما كنت اشوف الممرضات في
المستشفى كيف بيتعاملوا مع الاطفال، اقول لي يا عمي والله انهم جبارين، قلبهم قوي تعودوا. وحتى الاطفال قوايا يعني، مش زي ما احنا كثير بنحسهم كثير ضعاف، بس بعدين صرت اقوي قلبي. وبعدين فالنصيحه لكل الامهات انه حطي منشفه جوا البانيو محل ما بدك تحمميه، عشان لا سمح الله وقع منك تزحلق كذا، بتكوني انت هيك ضامنه انه، او ممكن تحطيه عليها وتتسنديه بايدك. منشفه انا استخدمت، وبرضه ليفه اللي كبار بالضبط، فهذا كثير بيسهل عليكي لقدام. هلا الامهات اللي طبعا حديثات الولاده بتكون مثلا عندها عطر معين، في شيء معين بتضلها تحطه، لما ترجع على البيت تضلها تستعمل نفس الشيء عشان البيبي يضله فاميليار او متعود على نفس الريحه. كثير هم حساسين للروائح وللسمع، يمكن ما بيشوفوا منيح بس الحواس الثانيه كثير بتكون قويه عندهم، فكثير مهم ترجع تحط نفس العطر حتى لو محل ما بينام. طبعا ايش اللي يتحمله مش كثير قوي، دائما ضل العطر نفسه عشان يضله يعني متعود. هلا من ريحه الام بالضبط بضل شم ريحتها. هلا القربه السخنه كثير شيء مهم، خصوصا هلا بالبرد. لما تقيم البيبي بدها ترضعه وترجعه بالليل بصير محله بارد، فنخلي في عندنا قربه. والله انا ما بعملها. نخلي في قربه بس تقيميه من البيبي من التخت، بدك ترضعيه حطي القربه محله عشان لما ترجعي تحطيه يكون محله دافي. حبيبي. فهو بهاي الحاله بضل محله دافي وبضله كثير مرتاح وراح ينام بشكل كثير احسن. اوكي. من النصائح كمان اللي كثير منيحه انه هو البيبي عم بيرضع، خصوصا يعني قبل ما بدك تنيميه بالليل خليه صاحي طول فتره الرضعه. يعني ما يغفى. هاي صعبه، بدك تضلك تفيقيه. اولها تفيقية. اول ايام صعبه، هلا صعبه بيناموا. لانه هو بينام، بس حاول مثلا تضلك تحركي له هيك على خدوده، حفزيه عشان لما ينام وهو شبعان بينام منيح. اوكي، عشان يكمل رضعته بالضبط. اذا كملها كلها طبعا هو راح يكون شو، لانه معدته شو هالقد كثير صغيره، راح يرضع على فترات متقطعه وكميات كثير صغيره، بس اذا اخذ رضعته هيك بتضمني انه ينام فتره اطول. فضلك تحركشي فيه وعم برضع عشان ينام منيح. بصير نحط مناديل مبلله على وجهه ولا لا؟ لا، ما بفضل ابدا استعمال مناديل مبلله حتى لتغسيله. بفضل يتغسل بمي وصابون كثير لطيف. ليش؟ شو السبب؟ لانه فيها نسبه كحول كثير عاليه، ممكن تسبب له جفاف. هلا هي على الطريقه السريعه انه كذا. هلا انت ممكن السيدات يعملوا الويت تاولز تبعونهم من فوط قطن وتحطي شويه صابون، ممكن لو شامبو الاطفال. أوكي. لانه احنا بنحممه فيه، شويه شامبو اطفال مع مي وانت اعملي له الويت تاولز تبعونه، بس ما تستعملوا اللي بالسوق لانه كثير فيهم نسبه الكحول عاليه. كمان البيبي لما بيكون ما بده ينام ممكن احنا نضلنا نمسد عليه بانفه. هاي التبس انا كنت اعملها مع اولادي ومجربه. والله هاي ركزي لي عليها عشان انام. ايش بتبلشي من انفه من فوق لتحت هيك وبدك تنيميه. انا بحاول مرات هيك اعمل عشان ينام. بحول هيك. ايوه، فهيك بينام يعني هيك كانك بتنيميه تنويم مغناطيسي. فاعملي له. مشيت مع اولادك؟ مشيت كثير منيح. فهم يعني الام كمان يعني نصيحه، انت اذا ما وما اهتميت بحالك مين بده يهتم بعيلتك؟ والله صعب صعب كثير مهم يعني. يعني الله يعينك دارك. عن جد الله يعينه. اوكي. هلا في كمان الترمس. هلا من اول ما اجينا الترمس هلا بنجيب كلسات هاي. أيوة. بيقولوا لها بين باج افكت. هلا هذا بدنا نعبيه كلسات الطياره قويه. طبعا طياره. ايوه. هلا هذه الكلسه بدنا نعبيها كلها بالبين، يعني ممكن ترمس، ممكن حمص، ممكن ايش ما في عندكم نوع من الحبوب الناشفه. طبعا بنعبيها كلها بس عشان بس شوي شوي تحريك الايد الكاميرا. اوكي اوكي، مهند مركز لانه اوكي. فبنعبيها كلها هلا يعني بس نوضح الفكره. هلا بنربطها بهذا الشكل. اوكي وبعدين بتصير يعني فيها لها وزن بس مش كثير ثقيله. هلا هاي بنحطها على بطن البيبي لما بده ينام. هلا هاي ايش بتعمل؟ هاي كثير منيحه، بتحس اذا عنده غازات بتطلع الغازات اللي بمعدته، بعدين بتحسسه انه في شيء على بطنه، فحتى لو انه هو بده ينقنق وكذا فبتحسسه انه في شيء حاميه فبينام احسن. يعني شو ما قرانا كتب وشو ما قرأ شفنا معلومات سميره الا بتطلع لك شيء جديد. هاي الخبره اللي ما بتنكتب بكتب. هاي من العمليه. اسال قد ايه لازم يكون وزنها؟ يعني ما تكون كثير ثقيله، يعني ممكن نعبي هدول الكميه ممكن اكثر شوي. ترمس ترمس بتحطهم جوا شيء بدفى، بتحطه على
على معدته بصير حمص، بحس انه في شيء بصير حمص، الترمس اتقل بدفع. لا بصير حمص بصير. ترمس اي شيء عندكم فاصوليا حب بصير اي شيء ناشف. هلا هاي التب كثير بتنفع كمان مع الصبايا التينيجرز كمان وقت الدوره الشهريه بصير عندهم برضه مغص، بس بتكون اكبر شوي، ممكن تكون بحجم هاي برضه بتنحط على البطن كثير منيحه. هلا هي ما بتتدفى ولا شيء، بس هي بتدفى من الجسم، يعني بتاخذ الدفى من الجسم، فبضله حاسس انه في شيء هيك بروتكتيف. جيبه القربة، احنا ما بنحكي نحطها على البيبي، لا لا مش القربة قبل ما ينام، هاي محله القربة محل البيبي عشان تدفي له محله بالضبط. هلا قنينة الحليب طبعا من الاشياء اللي كثير دائما، هاي مش قنينة حليب طبعا، انا ما عندكمش قنينة حليب بالبيت يعني، من وين بدي اجيب قنينة حليب؟ كان اتصلتي فيا، كان لازم استعير، والبامبرز الفوط يعني كان لازم استعيرهم من عندك، فما عندي قنينة حليب. بس عشان نوضح الفكره، دائما بيشكوا الامهات انه ريحتها بتكون زنخه من زنخ الحليب بالضبط، فاحنا الافضل شيء انه نغسلها نعقم طبعا، طبعا بدنا نعقمها، ممكن نغسلها بمي وملح، مي وملح، مي وملح ماده، لانه في صابون خاص لل للتعقيم، صابون خاص للاطفال، انت مع المي والملح احسن من الصابون الخاص؟ المي والملح كثير احسن طبعا. أوكي. هلا بتخافي في امهات بيستعملوا كلور، طبعا هذا شيء كثير كثير غلط، لانه الكلور قد ما انغسل بضل موجود جوا الاناني، طبعا كثير خطر. انتم الاناني دائما المفروض تكون في قنينتين او اكثر، انا طبعا بس هيك انه بحياتي بعمري ما استعملت قنينه حليب بالبيت نهائيا، يعني كنت ارضع اولادي رضاعه طبيعيه والله، ولا حتى على مستوى ينسون او شيء نهائيا ما فاتت قنينه الحليب، عشان هيك ما بعرفش اتعامل معها. لاي عمر ما تعاملت ابدا مع قنينه الحليب، يعني لغايه ما صاروا يشربوا بالكاسه. واو. يعني حتى لازم نعمل معك فقره عن الرضاعه الطبيعيه هلا اسرار ابدا ما استعملت اناني، ما بعرف كيف بستعمل يعني. ان شاء الله كم ولد عندك سميره؟ 4، عندي صبيتين وشابين، الله يخلي لك اياهم، ان شاء الله بتشوفيهم قدهم حبيبي. فكثير منيح كمان اذا في شويه روائح، ممكن نحط شويه كربونات وخل وشويه صابون ونخضهم كثير منيح، وفي اجهزه دانا بتنباع لتعقيم الاناني الحليب. انت مع الطنجره مثلا اذا ما بنشتري الجهاز، طنجره ومي ساخن؟ طنجره بس ما نغلي يعني ما بنفس المي، ما نحط القنينه وهي المي بتغلي جوا الطنجره، بنخلي المي تغلي بعدين بنحطها، لانه في بلاستيك ممكن يدوب مع الحراره او يتفاعل. وكمان في طريقه انه نحطها بالفريزر برضه كمان بتعقم، يعني ممكن الفريزر لانه البروده برضه بتعقم كثير منيح. هلا روائح الاواعي تبعت البيبي والامهات لانه بيستفرغوا بيعجبوا في بقع بتصير كثير، فالخل كثير ممتاز حتى لنقع اواعي البيبي، يعني الاواعي اللي من قيم اللي بتكون البقع اللي مثلا عليه سوري استفراغ او اي شيء بننظفه، بعدين بنجيب الاواعي كلها بننقعها بخل. هلا الخل كثير منيح لانه بفتح الالوان وبقيم البقع، بساعد كثير ازاله ما بتحسس منه جلد الاطفال، آمن. لا لا آمن. وبعدين بس بمي يعني بنحط شوية خل وشوي بالمي في قيم الريحة بالضبط وبننقعهم. هلأ في عنا رح أعملهم مزيل للبقع، بنفع لكل أنواع البقع تقريبا، طبعا هو مكون من كربونات، كربونات طبعا كثير ممتازة حتى لإزالة البقع الروائح كمان ممتازة كثير، وراح نحط خل، لا مش خل عفوا، راح نحط مادة اسمها هيدروجين بيروكسيد، هاي كثير كثير ممتازة. هلا دعنا كل ورندا طبعا المواد التنظيف اللي بتكون فيها أكسجين بتكون أوكسي، هيك بتتسمى أوكسي إنها أكسجين بتكون كثير فعالة خصوصا لإزالة الأوساخ العضوية اللي من الأجسام، يعني اللي بتطلع زي الاستفراغ وحتى وإيش هذا مزيل بقع؟ هذا ماء الأكسجين هو يعني هيدروجين بيروكسيد، هو ماء الأكسجين هيك اسمه بالعربي. أوكي. هذا مش خاص بالصبغة، هذا خاص بالجروح. من وين منجيبه؟ ممكن تلاقوه بالصيدلية بالضبط، بس قولوا لهم الخاص بالجروح ويكون تركيزه 3%، هيك أحسن إشي عشان ما يقيم ألوان الأواعي. أوكي. إيش اسمه؟ ماء الأكسجين أو هيدروجين بيروكسيد. أوكي. هلا تبع الصبغة هذا للتنظيف. للتنظيف هو بيستعملوه لتعقيم الجروح بالحقيقة. أوكي. تمام. والإشي الثالث اللي راح نحطه هو دواء جلي ويكون لونه أزرق، يعني يفضل يكون لونه أزرق عشان الأزرق بيقيم الصفار. آها حلوة هاي المعلومة. فهذا هون عم نحكي عن بقع الحليب، بقع الحليب اي بقع، اي بقع على الاطلاق، يعني ممكن كل الاواعي قهوه، كل الاواعي، اواعي القهوه، هذا ماء الاكسجين لشو اصلا؟ هو هذا بيستعملوه للجروح بالضبط، لتعقيم لتعقيم الجروح. هلا في لازم يكون 3% يفضل، اذا كان عندكم 6% خففوا اكسروا بشويه مي. اوكي. فهذا مزيل البقع رائع لكل شيء، ممكن نجيب اي بقع عندنا مثلا على فرض هون في بقعه انا بحط منه
بحط محل البقعة هيك وبخليها ساعة منقوعة. ساعة بعدين بغسلها. بعدين بحطها بالغسالة فبلاحظ إنه معظم البقع بتروح. حلو دانا، احفظي إذا كب عليكي قهوة أشياء. نعم بس بدي أشتريها عندك ميلان. هذا كتير موجود. وهون شو ضل عنا؟ هلا ضل عنا كمان لافندر كتير طبعا بيريح الأعصاب، في هدول بينباعوا في المحلات عشان الأطفال، أنا عندي بالمكتب لأنه كتير بيزورون الأطفال لمياتهم للزوايا كتير مهم كمان. أنا حطيتهم وجيه أبعتهم علينا. عن جد أنا كتير بخاف على الصغار من الزوايا، ما بصدق. أنا عندي ضربة هون بحاجبي من عمر 5 سنين من زاوية زاوية طاولة، لأنه ممكن الولد يوقع بكل سهولة وبسرعة. مزبوط. حلو. وطبعا زبدة الشيا الخام هي شيء رائع جدا للسماط بالذات. والله بدل دواء السماط. بدل دواء السماط. هلا هاي طبعا ما فيها كورتيزون، وهي اصلا لما بلشوا يستعملوها بافريقيا كانوا يستعملوها للسماط لانه فيها نسبة دهون كتير عالية. حلو. وبتحمي البشرة من الجفاف وبتحفز الدهون داخل البشرة. بتعرفي يعني انت بهالفقرة احنا بنعرف قديش التحضير للمولود مكلف ماديا. صح. احنا عم نتحدث عن اشياء بسعر معقول كتير ممكن معقول. تكون موجودة في البيت، فما اروح اشتري اصلا اشياء خاصة طبيعية. بالضبط بالضبط صحيح، كل شيء عندك موجود في البيت. وكمان بدي احكي بس شغله بالنسبه سيحة. للكوفاليه على السريع. الكوفاليه طبعا شيء كثير منيح، وهلا بلشوا رجعوا العلماء يثبتوا، بس ما تكون كثير شاده على البيبي. أيوة. عشان برضه الام تقدر تحمله. لازم يكون في مجال يحرك عضلاته. بالضبط. هلا في بالكتاب باب كامل عن الامومه والطفوله اسمه او بيبي. او بيبي اذا الكتاب عندي فكره مع سميره، بتلاقوا كمان تفاصيل ب فقرة او بيبي، او هي تشابتر مظبوط، هي تشابتر بالكتاب اسمه او بيبي. تمام. شكرا سميرة. شكرا.